إن شاء الله تكون بألف خير. اليوم الفيديو تبعنا راح يكون عن مقلب فيكم. فأنا مثل ما شفت يعني بعد ما تعلقوا بعد شاف الفيديو ما علقوا، بس هاد طلع مقلب لأنه بقناتي، لأنه أنا كان بقناتي أنا بذلتها بجهدها، كيف بدي أعطيها لحد آخر؟ لو كان سبب آخر أو ظروف أكيد راح أعطيها، بس ما فيش ظروف أو ما فيش دراسة، ما فيش أي حي، ما فيش أي حاجة، فأنا مش حاطيها لحدا، وأنا هستمر إبداعي، نعمل لكم الجمعة والسبت إبداع بالورق، ونكمل لكم تبع نكمل لكم المسلسل، أكيد نكمل لكم المسلسل. وفقط هيك، فتابعوا معانا السحور تبع امبارح، يعني انا ما عرفت امبارح انه كنت وايد تعبانة، وكمان ما عرفت صوتي لانه كمان كنت كتير كتير تعبانة. فانا عملكم عرضلكم السحور تبع البارح، مثل انتم شايفين بتعرفوا اليوم كتير كتير شوب والشمس هون، يعني ما فينيش افتح عيني فيهم. وشو بدي اقلكم كمان، نسيت شو بدي اقلكم. فقط هيك، فان شاء الله استمتعتوا في المقلب الجاي، في المقلب هذا قصدي، واستنونا في المقلب الجاي، يمكن بيكون في اناد او يمكن يكون صديقتي، تعرفوا منو صديقتي، او يمكن بيكون فيكم كلكم. فهلا لا تنسوا تعملوا لنا، توصلوا هذا الفيديو ل 100 لايك، وتعملوا سبسكرايب والجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامه. ورجيهم ليك ليشوف. فهذا هو الفيديو الأخير.